المقال اليوم كتبيع الليمون بطريقه بيولوجيه. عندنا ليمون معصر باليد، كنديروه مع الزعتر، كنديروه مع الورد. اشرب العصير. بغيتي الليمون بالورد، بغيتي بالزعتر ولا بالنعناع؟ ديري باناش. غادي ندير لك فيه الورد صفر على قبل الغيره. على مالو الورد؟ ماشي بنادم. لا بنادم، انا شكون اللي عرفتي الورد واش انا نشربوه؟ ما عمرك ما شربتي الورد؟ معصر ندير لك بالزعتر. بالنسبه للجلد ديالك ولا دا كيفتح البشره، بغيتي واحد بالورد ولا بالنعناع ولا بالزعتر؟ ساك ساك. دوماج لانه مزيان للبشره. صافي دير الورد. الليمون فيه الزعتر. على ما عمرك ما سيك الليمون كنطحنوا به خيزو. لا لا ديري ديري عادي. وما سميتوش اخويا الليمون، سميتو البرتقال. سميتو البرتقال. ندير لك فيه الورد. شاش من الورد والله يدي. نسمو ليك. والله يرضي عليك. ندير لك الورد، ندير لك الورد الاحمر للحب، الورد الورد الاصفر للغيره. وما تبدعيش، ما ديريش شي حاجه زايده، ديري داك الشيء اللي ديري داك الشيء اللي كيديروا كاع المغاربه. الزعتر ما عمرك شتي الزعتر مع الليمون. ما عمرك ما شتي الزعتر مع الليمون. ندير لك النعناع. لا اختي صافي لا. سير فحالك عافاك. مصلحتي لتا شي حاجه، واليوم ما غتخلصش. شتي على هذا الشيء اللي كدير، اليوم ما غتخلصش. خشية كامله. انا يدي مغسولين. عزيزي خشية كلها. خشيتها رجلي، رجيلات خشية. علاش بغيتي نخشي رجلي؟ خشيتي يديك، خشيتها رجلك بحال هكا. رجلي نقية. ها هو دابا دابا دفنت لك الورد فيه. وشربي؟ لا ديال الكليان ما نقدرش نشربه. أنا غندير لك فيه الليمون. هاك عطيه لزهير. هاك. خلينا نقص. مريض. كيهضر معانا بالاداب وبالصواب. شو كيهضر معاك؟ ديري معلقه، حيت المعلقه فيها الحديد. لا سمح لي، كيفاش فيها الحديد؟ واش ديري يدك في الكاس؟ واغا سمعني، انا قاريه البيولوجي سبع سنين. اسمع، انت قاريه البيولوجي دير هذه العمليه؟ واغا سمعني نشرح لك. واغا سمعني نشرح لك. انا كنسمعك. نعم انا كنسمعك. انا قاريه البيولوجي سبع سنين، مثبوت علميا انه المعالق ديال الحديد ولا ديال الالومنيوم اللي كتحطهم مع الليمون كيتاكسد. واش انت بصح قاريه هادشي ديال البيولوجي؟ والله ما قاريه. وصبعك نسيتي شنو دايره ليه الصبغه ديال الطفار؟ صبعي فيه لي سيكريسيون. في دي سيكريسيون. سمح لي هاد السيكريسيون مزيان. ها انت مريض. غندير لك باناشي غزال على قبل كنتي بوحدك. سير ما درتي والو. هاكا لالا. علاش بليد؟ بليد طبيعي. لا ما بغيتش هذاك الشيء، ما بغيتش هذاك الشيء. ما فهمتش انا علاش كتعصري ليا بيديك؟ كنعصرو لك بيديا باش يخرج طبيعي. على النهار كله انت كديري حكا بيديك؟ اه امبوسيبل. الناس العزاز. ولكن بدوك خواتهم انت كتعصري ليا في الليمون راه هادو وهادو علاش دايراهم انا؟ علاش؟ باش نعصر. اه باش يعاونوك في العصير. هكا باش يهزلك معنويات. هذا باش يهزلك. يصيفطني للسبيطار اش من معنويات؟ علاش اخويا ها الورد؟ واش كديري؟ نعم ورد ولا غزال؟ وانت غزاله وكتاكلي في الورد، فهمتي لك حمار غنضرب مشكل. انت عاودي عصري الله يرضي عليك. الحمر شحال غزال، نكهه اخرى. يا سلام. واش عايشه معانا انت هنا؟ عايشه معانا في المغرب انت؟ وكتشربي من داك الشيء؟ باش كنهبط هاك. وشربتي منه بغيتي لي نشربو انا ولا خويا نقسمو الطعام؟ انت شمن غنشركو الطعام جيت تناسب معاك؟ خود اخويا انت. واش شتي الزن واش شتي خشيه فيه الورد وخشيه فيه صبعك وغنشربو انا؟ ويلي شربتي كامل والبنت؟ الى طوب بعدا راه سي با بيان بوغ لا بو دي كارسون، ما قلتهاش لك. سي بيان كو بوغ لي في. Je te l'ai dit. C'est pour les filles. ماشي صحي للشعر هكاك مطلوق تشربي الليمون. شعرك ناشف خصك ديري فيه الزعتر الليمون. زهير عرفتي شحال صار؟ زهير ما كحشمتي ما رمشتي. خلي البنت زعرة زوينة هكاك واقفة. اجي نقول ليها اجي نخلعو. أرا الزعرة. زهير شو تسحب لك البنت هكا لعبة جالس كتخليها كتسنى وغادي كتسارى. انا عندي خويا يتزوج بها الا ما بغيتيهاش عاود لراسك حتى هي ما بغاتكش. يلا اش كتسحب راسك الزهير؟ اش كتسحب راسك في ملك الله اللي تخلي الدريه طوله وتجريده وتم غادي هربان عليها بالكيسه؟ ويلي ويلي تي سويت نشوف نقطع نلقاك حضرتي ما غتحضرش غنتفى وبهنا فين غنعرفك واش عزيزه عليك ولا معزيزاش عليك. ضرب على هاد النمره ونساها. قنس كيدير. قول لي خطبني وتشوفي اش غندير لي. انا عرفتي شحال دوز. شكون هو هذا؟ شكون؟ الو انا هي روزاليندا. اش كاين؟ خطيبي عصام مريض. عصام ما مساليش. عصام غادي لخطوبته. اش بغيتي؟
ما تبقاش تصدعوا ملي يكون كيشرب الليمون. شحال عندي اختي؟ عندي 500 دريال. على 600 ملي شاربه شاربه الليمون بالزعتر. شحال كاس بعدا اختي؟ اه ب 400. شحال اختي؟ 400. 400؟ اه اختي واش بنت لك فيا انا اختي سميتي جاكس. 400 دريال الكاس. 400 دريال الكاس واخا نكون اختي جاي من بولونيا ما غاديش. بولونيا كره بعثوا لي ب 50 درهم. اختي كتبان لي انت يا صافا با البيولوجي نمشي معاك فيها ولكن 20 درهم ما نمشيش معاك. راه خدامين حنايا في الكاميرا الخفيه غتبقى تصدعني. شنو هو؟ ضربتي لي باش شويه وصلت. شو هو الموضوع؟ دروس علي؟ تبارك الله عليك والله هذاك مشكل. ريح ذاك الظالم. شاركتي معنا في الكاميرا الخفيه. لا 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 اش شنو كاميرا كاش هيا